شاء الله هو ستة شوية ها نفس الموديل. اختار تطبيق خريطة الطريق السيد وزير الصحة ولا سيما في شقها المتعلق بمخطط التكفل بالمريض. باشرت مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدا باقتناء 31 جهاز لتصفية الكلى إضافة إلى محطتين لتصفية المياه بمبلغ يقدر ب 93 مليون دينار جزائري لفائدة المؤسسات الصحية لولاية سكيكدا، المؤسسة الاستشفائية لسكيكدا وعزابة الحروش تمالوس وأيضا القل. استلمت وحدة تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية تمالوس من قبل مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدا 6 أجهزة تصفية الدم ومحطة لمعالجة المياه. هذه التجهيزات التي من شأنها التخفيف من معاناة المرضى وتضمن التكفل بالعدد المتزايد لمرضى هذه الفئة، مع العلم أن الوحدة تتكفل بما يزيد عن 65 حالة إضافة إلى الحالات المستعجلة.